كيلو الكلام بقرش وجرام الفعل بملايين. دي الحالة اللي توصف بيها حب الناس للراجل ده، رغم كل حاجة ورغم اي حاجة ورغم الضغوطات ورغم الهجوم ورغم التشكيك في ذمته ورغم الانتقادات الهائلة ورغم اكبر حملة تشويه في التاريخ اتعملت لمواطن مصري، لكن لحد دلوقتي لحد النهاردة هو محبوب الملايين، هو اللاعب الوحيد اللي كل الناس بتدافع عنه، هو اللاعب الوحيد اللي اي حد في اي مكان واي زمان هو اللي بيدور ان هو يتصور معاه ويسلم عليه. مهما كانت ارائك، مهما كانت ميولك، كل سنة وانت طيب يا ابو تريكة. تنساش تعمل لي فولو على تيك توك.